مدرب المنتخب الوطني لكرة الصالات هيثم بعيوي يتحدث عن توليفة جديدة لمنتخب الصالات للدخول بتصفيات آسيا. نتابع. بالحقيقة احنا يعني بالفترة القادمة تنتظرنا استحقاقات مهمة، ألا وهي صحيح انه هي تصفيات آسيا، لكن هذه مؤهلة الى مشروع كبير وهو وصولنا الى نهايات آسيا وتواجدنا في نهايات آسيا و تحقيقنا إنجاز في نهايات آسيا راح يمكننا من أن نتواجد في نهايات كأس العالم. لذلك نحتاج جهد كبير من كل المعنيين وحتى حضراتكم كإعلام، نحتاج دعمكم، نحتاج دعم الاتحاد، نحتاج دعم جهد الحكومة بالنسبة للتوفير المالي. احنا بطور تشكيل فريق في توليفة جديدة من اللاعبين القدامى والركائز الأساسية بالمنتخب القديم، وهنالك لاعبين جدد من اللي برزوا في الدوري الحالي، دوري كرة الصالات الموسم الحالي. لذلك احنا نحتاج تعاون الجميع من اجل ان يتواجد منتخبنا لكرة الصالات في نهايات كأس العالم القادمة ان شاء الله.